سلام غزالات، كديري لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناه. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار يلقاكم بخير وعلى خير، صحتكم لاباس، اموركم مزيانه. كديري غزالات ديالي، فيديو جديد ونهار جديد. بالنسبه للفيديو ديال هذا النهار بزاف منكم كتسولوني مرارا وتكرارا في لي كومونتير، فاليوم جبت لكم الفيديو اللي اصلا انا كنديرو دائما ما زدت فيه حتى شي حاجه. المهم الغزالات، بالنسبه للبنات اللي دخلوا عندي والفيديو اللي قبل من هذا ديال الروتين ديالي ملي كندخل في الدار، سولتوني بزاف البنات على السيروم وقلتوا لي حنا ما شفناه صوره لينا. وهذا البنات الفيديوهات اللي قبل راه فيهم كلشي. المهم غنوريكم دابا السيروم عاد باش نهضروا على الفيديو ديال هذا النهار باش ما ننساش. هو هذا البنات، ديروا لي سكرين، خديتو من جوميا، كومونديتو من جوميا في الوقيته ديال البلاك فرايدي، خديتو ب 28 درهم. المهم قولوا 30 درهم باش خديته، زوين بزاف البنات، وعرفتوا كيعطي واحد النضاره واحد تفتيح البشره. عجبني انا بزاف ملي كنديروه الصباح كيصبح لي وجهي فواحد الاشراقه. ورخيص ما غاليش، يعني تقدروا تلقاوه البنات في لي باغا فارماسي، اولا كيف ما تقدروا تلقاوه في الفارماسي ما عرفت الصراحه، ولكن الباغا فارماسي 100% غادي تلقاوه. كاين هذا، كاين شكالات بزاف يعني. مهم فيتامين سي سيروم، راه البنات اللي غيسولوا على البشره الدهنيه وهذا، البنات راه ما كيدير والو، ما كينوض لحم ولا والو، هو كيفتح البشره فقط، هذا هو الدور ديالو. فكنتمنى نكون جاوبتكم. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي ضروري تبقى دير لنا فيديوهات كل نهار، فيديو واحد فيديو نهار ان نهار لا ما كافيناش البنات، راه ما كرهتش وغنولي نحاول، لانه كيف راكم عارفين المسؤوليه والوليدات وبزاف يعني كل شيء عليك، وتزيدي عاوتاني الفيديو مونتاج تصوير، ما نكذبش عليكم شي وقيته كنت درتها ولكن حسيت براسي تضغط بزاف ومابقيتش قدرت نكمل. فمهم نهار نهار لا كنحس براسي انني مرتاحه وكنعطيكم شي حاجه اللي في المستوى، ماشي غير كنبقى نصور نحط لكم وصافي. المهم بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كيف شفتوا معايا اكيد بالعنوان في الصوره وكل شيء، كيفاش تعتني بيدياتك يا غزاله ديالي. نوضي نوضي نوضي، ما تفوتي يعني قبل ما يفوتك الفوت، اليديات هما راه من الحوايج اللي كيبان فيهم الكبر بزاف. الا كنتي ما كتعتنيش بيديك، كنتي ما كت ترطبيهمش من الليل الليل، كنتي ما كتديريش لهم غوماج مره حتى هما راه بحالهم بحال الوجه، يعني خصهم ضروري ترطب. شوفوا انا يلاه درت لهم دابا المانيكور بيديكور، درت لهم العنايه ديالهم، شوفوا كيبانوا بيضين، كيبانوا كيشعلوا. راه حتى هما البنات كيبينوا، اش نقول لكم، كيبينوا الكبر يعني كيكبروا دغيا، حتى هما كيبانوا كيفاش نقول لكم، عرفت كيفاش نوصل لكم فكره. المهم كيبانوا حالتهم كيوليو عندكم هكا الطرف مقشرين، يدياتكم كيتقشروا، كيوليو فيهم ديك الحموره هنايا بحال ضاربه التميره ديال عمرك كامل. كنكره هاد القضيه انا في اليدين، علاش كتشوفوا يدياتي ديما رقيقين؟ لانه كيعجبني ملي كنشوف شي وحده يديها نقيين مرتبين زوينين، كتبان لي بانه هذيك السيده اللي شفتها راها نقيه وانيقه، والله العظيم البنات حتى الاناقه كتبان لي من اليدين. شوفوا ديروا بالنسبه للبنات، بالنسبه للشقر، حتى انا كنشقى، حتى انا كنغسل الماعن، حتى انا كنطيب، حتى انا كندير كلشي، ولكن كندير لي غونلات. بالنسبه للماعن ولفتهم صافي، حسيت بيدياتي غير بداو يتكرفصوا وانا ندير لي غون، كنغسل بهم الماعن، ما كنقيش دابا الماعن نهائيا اولا لي برودوي بيدي، بخصوص جافيل هادشي ديال الصابون ديال غسيل الماعن، راه تيخسر اليدين. ديروا البنات اللي قالت راهم مرخصين 160 10 دراهم، خدي جوج ثلاثه حطيهم عندك في الدار، فين ما تقطع لك شي وحده ديري الاخرى، وكيبقاو اليدين زوينين حتى الضفار كيطوالو ملي ما كيبقاوش يقيسوا الماء بزاف. هذاك الشيء ديال الجلبانه، القوق، هذا الخرشف، كيف كتعرفوا دابا راه وقتهم حتى هما كيخسروا اليدين، الضفارات الصباع من هنايا كيخسروا الضفار كيوليو كحلين. ديروا اللي قالت خدموا، حاولوا تخدموا بهم، راه غادي عرفتوا غيوليو لكم يدياتكم كيشعلوا. المهم البنات كيف قلت لكم، نوضوا تهلاو في يديكم، تهلاو في راسكم، تهلاو في حالتكم، قبل ما يفوتكم الفوت ما حدكم باقيين صغار. المهم غنخليكم دابا البنات مع الفيديو، كيف كتشوفوا معايا يدياتي كيفاش خرجوا بهذا المانيكور بيديكور، كيشعلوا رطبين كيف قلت لكم، وشرحت لكم كلشي في الفيديو. غنخليكم دابا مع الفيديو، فرجه ممتعه. ما تنساش البنات اللي اول مره كيشاهدوا القناه ديالي، مرحبا بكم، هبطوا دابا اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش تقول توصلوا الجديد ديالي في الوقت. والبنات من ديما معايا ما تنساونيش الغزالات ديالي من لايكات. ما نطولش عليكم، خليكم دابا مع الفيديو. كنحتاجوا البنات اناء اللي كنديروا فيه الماء يكون سخون، ماشي طايب سيحرقك في يدك، ولكن المهم يكون سخون ملي تخشي فيه يدك تلقيه هكا سخون. غناخذ البنات الحامضه غنقسمها على جوج، النص غنحتاجو دابا والنص من بعد. انتما غتشوفوا معايا لي زيتاب كاملين البنات، شاركتهم معكم في هذا الفيديو، كيفاش كنعتني بيديا، كيفاش يعني مره في الشهر كندير هذه العنايه. البنات ما كنكذبش عليكم، ما كنديرهاش دائما، ملي كنحس بيدياتي صافي خاصهم واحد شويه ديال العنايه، وخاصني نتهلا فيهم شويه.
هذيك الوقيته كنوض ندير هاد الشيء هذا. المهم كناخد البنات نصحى داك نعصرها في هذاك الماء، وكناخد بيكربونات الصوديوم اللي واعره البنات، واعره واعره، كتحيد التصبغات، كتحيد داك الجلد الميت، حيت كيف كتعرفوا هي كدات بحال كتبدا بحال شي كينه، كتبدا تشتش في الماء، يعني كتفاعل مع داك الحامض، وهكا كدير لك واحد التقشير اللي دياتك واعر. المهم البنات هاد المرحله ضروري انكم ديروها، خشيو ايدياتكم وخليوهم واحد 10 دقائق هكا. المهم بالنسبه لهاد الروتين البنات او لهاد العنايه، يكون عندك الوقت بحال هكا العشيه ما تصيفطوا وليداتك للمدرسه، ولا تكوني غير جالسه بالنسبه للبنات اللي ما مزوجاتش، اولا ما عندكمش وليدات بالاحرى، تعتني بيدياتك. وبالنسبه لي انا البنات كنبغي ندير هذا الروتين بالليل، باش هكا يدياتي يبقاو صافي ملي ندير من الكريم ونقادهم ونصايبهم، يبقاو ما نحطهمش نهائيا في الماء حتى لغد، عرفتي، وكيصبحوا رطيبين. المهم البنات هنايا غير مع التصوير ومع الفيديو خصني نحطه لكم داكشي علاش درتو اليوم باقي النهار. فكيف كتشوفوا معايا انا خليت يدي واحد المده غير هنا كنزرب باش الفيديو ما يجيكمش طويل بزاف، وعرفتي رجل يدياتكم البنات كيخرجوا نقيقين نقيقين، عرفتي، كت بحال كاع داك الوسخ كله كيهبط في داك الماء. دابا غندوزو للمرحله ديال التقشير، ضروري البنات من التقشير كنديرو قهوه والزيت، اي زيت كان عندكم، انا عندي زيت اللوز غادي نديرو. كيف قلت لكم كيف ما كان عندك زيت ديري زيت العود، زيت اللوز، اي زيت، زيت الكوكو اللي كان عندك ديريه، وديريه مع القهوه وقشري به يديك. بالنسبه للسيدات او للبنات اللي كيشربوا قهوه بزاف، او رجالاتهم كيشربوا قهوه، راه فين ما تبغي تغسلي هذيك العصاره ولا هذا من القهوه ديريها ليدك وانتي في الكوزينه، راه زوينه بزاف البنات القهوه، لا للسوا للوجه، اليدين، البشره، اللحم كامل لوكور كنديرها، كندير معايا اللحم ما عرفتش، كتخلي واحد الترطيب غزال مع الزيت. هانتوما غندير يدي كاملين وغادي نفركهم البنات، عرفتوا، فركوهم ضربوهم ليا بواحد الفركه تكون فاعله تاركه، حيت يدينا البنات هما لا ما تهليناش فيهم وما اعتنيناش بهم كيوليو حالتهم. وكيف قلت لكم شحال من مره في الفيديوهات ديالي، الاناقه ديال المراه كتبان من يدياتها، واليدين الا كانوا رقيقين وكيبانوا رطبين وزوينين وهكا مرتبين، راك يعني الشخص اللي قدامك كيعرفك بانك كلك انت انيقه. المهم البنات غنفرك يدياتي مزيان 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 مزيان، وغادي هذوك البلايص هكا اللي ما واصلينش ليهم حتى هما غندخل ليهم صبيعاتي، المهم غنبقى نفرك فيهم حتى نحس بيدياتي تقشروا مزيان صافي، وغادي نحيدهم وغادي نغسلهم. غادي نديرهم في هذاك الماء الاول البنات اللي درت فيه الحامض وبيكربونات الصوديوم، هو اللي غادي نغسل فيه يدياتي مزيان، وانا في نفس الوقت كنقومي فيهم كيف كتعرفوا دوك الحبيبات ديال القهوه راهم تيقوميهم مزيان. غنحيد هذاك الماء وغنجيب ماء اخر نقي اللي هو غادي يكون سخون، وغادي نخليه على جنب لان انا غادي نحتاجه ملي غادي ندير الماسك. كيف كتشوفوا معايا دوك النبيشات هكا اللي عندي في يدي مع الشقه ومع هذا، يعني ضروري ما كتحسي براسك كتضربي ولا كتحرقي ولا شي حاجه. غناخذ دابا ديك النص حامضه اللي كيف كتعرفوا البنات الحامض كيفتح من داكشي، البنات اللي عندهم حساسيه من الحامض يستغناو على هذه المرحله ما يديروهاش، ولكن الحامض البنات راه زوين لليدين، كيحيد كاع التصبغات اللي عندنا في يدينا. وبالنسبه للماسك اولا بالنسبه لهذا اللي غندير ليدياتي باش يحيد لي دوك النبيشات، هذوك الخبيشات هكا اللي عندي في يدي اولا شي جرحى شي حرقه، هو الفرماج البنات كيف كتعرفوا الفرماج زوين بزاف، كنديروه هكا السيكاتريس، كنديروه الا تجرحنا الا تضربنا وهذا، وكيفتح وكيبيض في نفس الوقت، حتى هو ماسك زوين 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 بزاف اليدين. غنديرو هو فقط غنكتفي به، يعني كاينين بزاف ديال الوصفات، ولكن انا كيعجبني الفرماج ساهل ودغيا كنخليه حتى كينشف، كندير ليه هكا واحد المساج هكا كنبقى نخليه حتى كيدخل ليا مزيان في يديا، ولكن كيعطي واحد النتيجه غزاله. كيف كتشوفوا معايا، شوفوا يدي راه في اللور ما كانوش هكا. دابا غندوزو البنات المرحله خصني نبرد الضفيراتي نقادهم حتى هما ونصايبهم. المهم هنا البنات ما درتش معكم مانيكور بيديكور كيف ما يعني كنديرو، درت لكم حويجات لي ساهلين لانه مازال كاين هذاك اللي كنحيد به هذوك الجليدات اللي كيكونوا من الفوق كندفعهم هذا، ولكن بزاف ديال البنات ما يكونش متوفر عندهم هذا الشيء، فغيقولوا بلاش بناقص ناخذوا لهذا. البنات درت لكم اسرع اولا ارخص مانيكور بيديكور ليديات. صافي هنايا درت هذيك برد الضفيراتي مزيان بهذاك المبرد ديال الخشب البنات كيكون زوين وما كيغرش الضفر، ودرت هذيك الشيتا باش حيدت بها هذاك الشيء الزايد اللي كيبقى ليا في ضفيراتي. خديت هاد لاكريم اللي صايبت معكم في الفيديو ديال العنايه برجيلاتي، فاش قلت لكم كديروا رجليا زوين بزاف البنات، كديروا رجليا ايديا غزال كيبقى عندي حتى كيتسالى، وكنعاود نزيد ثاني شويه وكنخليه حتى كيسالي ثاني وكنبقى نصايبو مره مره. المهم درتو هنا لضفيراتي باش هكا يوليو حمامرين ويوليو زوينين يبانو نقيقين. وغادي
غادي نبقى هكا بحال ندير لهم واحد المساج خفيف، وعاد باش غندهن يدي كامله بهذا الكريم هذا هو الاول، وغادي نخليها هكا في يدي باش يعطيني واحد اللون زوين. كيف كتشوفوا معايا، شوفوا يدياتي كيفاش ولاو. بالنسبه للبنت اللي قالت لي بغيت وصفه ديال يدي، انا عندي العروقه باينين وهذا، وبغيت وصفه اللي تغلط لي يدي. يكذب عليك الكذاب اختي، يقول لك شي واحد يعني كاين وصفه اللي غتغلط لك يديك. اليدين على حسب كل واحد يديه كيفاش دايرين. حنا هنا باش حنا بالنسبه لهذا الروتين كامل ديال اليدين، ماشي باش يغلاضوا ولا باش يضعفوا، باش يتنقاو باش يوليو بانوا نقيقين وبانوا زوينين. اما باش يقول لك شي واحد وصفه ديال الغلط او لا يحيد لك العروق، هذاك الشيء يكذب عليك. شوفي الطبيب ولا شوفي المشكل مناش عندك، واش وراثي ولا كل يعني عائلتك يديهم هكاك. اما انا ما كنديرش وصفات زعما باش يغلطوا لي يديا ولا هذا. يديا انا طبعهم بحال هكا، غير انا كنعتني بهم باش يبقاو بانوا زوينين ونقيين. كيف كتشوفوا معايا هنا وريتكم انواع ديال الصباغات، كاين اللي كيبغي يدير هاد الصبيغات هكا نيود بيضاء هكا حمراء، المهم كل واحد والصباغه اللي كيبغي يدير. انايا كنبغي ملي هكا نعتني بضفيراتي وبيدياتي، كنبغي ندير شي لوي اللي يكون هكا فونسي باش كيزيد يعطيني داك كيفتح ليا يدي كثر. درت اول حاجه لاباز، كيف كتعرفوا اللون غامق فوق الضفر نيشان يعني كيتكرفس كيولي احمر. درت لاباز هي الاولى، خليتها نشفات. تقدري تخلي غير هذاك لاباز حتى هي زوينه، وكاين اللي ما كيديرش صباغه نهائيا، صافي تكتفي بهادشي دهني يدياتك وها هما كيبانوا كيشعلوا. المهم هنا غندير الصباغه ديال البنات، غندير هاد الصباغه هكا في الاحمر اولا في البورتو. الصباغه يعني عادي، نحاول ما نقيش الجناب، الصباغ غير من غير الضفر من الفوق. ضروري نخلي واحد الجنيبات هكا، ما نقيسهم ما نقيسهمش الصباغه باش ما تبانش هكاك مرونه وتبان مخربقه، باش نبان انني دايره مانيكور بيديكور في شي صالون ولا في شي سونتر ولا شي حاجه. وهنا عندي كوتون تيج، الى قصت شي جنب ولا شي حاجه كنحيدو في البلاصه، كندير شويه ديال دي سولفو ما ديال الصباغه، ودغيا كيتحيد ليا دغيا بسهوله. هنا غنكمل اليد الاخرى وغادي نوريكم. هنايا شوفوا معايا درت دو سولفو، عمرت صبعي بواحد شويه ديال الصباغه. ما ديروش القطن البنات، حيت درتو القطن غيقيسكم ضفاركم وغتخسروا غترونوا كلشي. ضروري هاد العويدات هادو هما اللي غادي تحيدوا بهم اي حاجه تقاست لكم في يدياتكم. كيف كتعرفوا هاد اللوانات الغامقين اللي ما كنتيش كتعرفي تصبغي بهم، راهم طاليه كحله. صافي هنا غادي ندور على ضفيراتي كاملين، تنحيد منهم داكشي اللي زايد، وغادي نزيد هاد اللوين هذا هكا في بحال البريون، غنديرو في ديك الطفيرات هادو التانيين هكا باش غتعطيني واحد الشكل وصافي. وهذا هو الروتين ديال اليوم ديال اليديات يا البنات، شاركتو معكم. كنتمنى نتمنى نتمنى يكون عجبكم، وما تنسونيش الغزالة ديالي من اللايكات. كنحماق عليكم، شكرا شكرا لكم على التفاعل ديالكم في الفيديو في الفيديوهات السابقه. كتفرحوني البنات بالتعاليق الزوينه ديالكم، وكتفرحوني ملي كتدخلوا عندي وكتقولوا لي كنستافدوا، كيعجبونا الفيديوهات وكن يعني فيهم استفاده. مرحبا بالجميع، ومرحبا بالناس اللي تحقوا بالقناه جداد، ومرحبا بالبنات حتى هما اللي مشاو عندي الانستغرام. شكرا لكم على الدعم ديالكم، الهلي خطيكم عليا. ما تنسونيش الغزاله بالبارطاج، بارطاجيو القناه ديالي مع صحابكم، مع اي واحد بغى شي واحد هو يستافد. وهادشي اللي كاين، شكرا لكم على الدعم، وتهلاو ليا فراسكم الغزالات. الفيديو دينا غيتسالى هنايا، شكرا لكم على المتابعه. بالسلامه عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.